إذا كنت تستخدم غسالة أطباق، فربما لاحظت أن الأواني والأغراض الزجاجية تظهر لامعة متلألئة، وأن الأغراض البلاستيكية تحتفظ ببعض قطرات الماء. ترش غسالات الأطباق تيارات من المنظفات والماء في درجات حرارة تصل إلى 68 درجة مئوية. إنها حرارة أعلى من التي تستخدمها إذا غسلت الأطباق بنفسك. في نهاية دورة الغسيل يتبخر الماء. هكذا تجف الأواني الخزفية الساخنة والنظيفة. تبدأ جميع الأشياء الموجودة داخل غسالة الأطباق في درجة الحرارة نفسها، لكن ستبرد الأشياء المصنوعة من البلاستيك بشكل أسرع، وذلك لأن كتلتها الحرارية أقل. خذ عبوة تخزين طعام على سبيل المثال. البلاستيك الذي تصنع منه أرق من الأطباق أو الأكواب، إضافة إلى أنه أقل كثافة. لذا في درجات حرارة كهذه تحتفظ جزيئات البلاستيك بطاقة حرارية أقل. يبرد البلاستيك بسرعة نسبيا، أي أن الماء سيتبخر بشكل أبطأ. ستحتفظ المقالي الثقيلة والأطباق بالحرارة لفترة أطول، لذا تظل دافئة حتى بعد تبخر الماء. تعتمد الدول المختلفة أنظمة متباينة عندما يتعلق الأمر بتسجيل وتوثيق السيارات، بما في ذلك ألوان لوحات السيارات. تستخدم أستراليا ألواناً غير محدودة عندما يتعلق الأمر بلوحات السيارات، وتضم اللوحات العديد من الأشكال والتصاميم المختلفة. في المملكة المتحدة يوجد لونان محتملان للوحات أرقام السيارات، الأصفر في مؤخرة السيارة والأبيض في المقدمة، والكتابة باللون الأسود في الحالتين. لم يكن الأمر كذلك دائما، إذ كانت الكتابة على لوحات الأرقام في هذا البلد بيضاء أو فضية، لكن لسبب ما منذ عام 1979 صار ينبغي أن تحمل جميع المركبات اللوحات نفسها التي نراها اليوم. ينبغي صناعة جميع لوحات السيارات من مادة عاكسة، لذلك إذا كانت لوحة الأرقام في مؤخرة سيارتك بيضاء فقد تعكس الضوء الأبيض، وهذا غير قانوني. يعتقد آخرون أنه شيء ورثته المملكة المتحدة عن جيرانها الفرنسيين الذين استخدموا لوحات السيارات قبل وقت طويل من البريطانيين، وكانت لوحاتهم الخلفية صفراء أيضا على الأقل حتى عام 2009، عندما اعتمدوا الخط الأسود على لوحات بيضاء توضع على جانبي المركبات. هناك سبب عملي آخر لاختيار هذا اللون. بفضل اللون الأصفر في الخلف والأبيض في الأمام، يستطيع السائقون الآخرون على الطريق أن يدركوا على الفور أي جزء من سيارتك ينظرون إليه، وهكذا يعرفون إذا كانت سيارتك تتحرك مبتعدة أم تقترب منهم. هناك شيء رائع يسمى الانعكاس التام، يمكنك تجربته بنفسك. يجب أن يكون الليزر على جانب واحد من حوض ماء فارغ ونظيف. سلط الشعاع على الماء وسترى أنه يمر ببطء بسبب الجزيئات الثقيلة للماء. إنه بمثابة فخ لشعاع الليزر. مع تقليل تدفق الماء تدريجيا يظل ضوء الليزر داخل الصنبور على الأقل حتى توقف تدفق الماء تماما. عندها فقط سيختفي شعاع الليزر. هل تخيلت نفسك يوما تطفو على سحابة لا وزن لها؟ أعني أن السحاب يبدو مريحا ومنفوشا، وعلاوة على ذلك كله يبدو خفيفا، لكن السحب الركامية المتوسطة، إحدى تلك السحب ذات القواعد المسطحة التي تشبه القطن، قد يصل وزنها إلى 450 ألف كيلو جرام، ويساوي هذا تقريبا وزن أكبر طائرة في العالم مع أقصى حمولة لها من الركاب والبضائع. قد لا تبدو التربة نابضة بالحياة، لكن الحقيقة أن العكس صحيح. إذا أخذت ملعقة صغيرة منها ستحتوي تلك الملعقة على كائنات حية دقيقة أكثر من البشر الذين يعيشون على كوكبنا. ملايين الأنواع ومليارات الكائنات الحية تمثل أكبر تركيز للكتلة الحيوية في أي مكان على وجه الأرض، ومنها الطحالب والبكتيريا وديدان الأرض والحشرات المجهرية والعث والفطريات وكثير من الكائنات الأخرى. تستخدم الحيوانات المجال المغناطيسي لكوكبنا لمعرفة الاتجاهات. عندما تتوه الأنواع التي تعيش على الأرض قد لا تتمكن من معرفة طريق عودتها بسهولة، لكن الحيوانات البحرية يمكنها ذلك. تتمتع بعض الكائنات مثل السالمون أو السلاحف البحرية بالقدرة على استشعار المجال المغناطيسي لكوكبنا، يمكنها استخدامه كنظام ملاحة خاص بها. بمناسبة الحديث عن المحيطات، هل تعلم أنها بمثابة خزان الأكسجين الأهم في كوكبنا؟ كلا، ليست الغابات المطيرة مثل ما كنت تعتقد. تنتج المحيطات معظم الأكسجين في غلافنا الجوي،
في الواقع يعود الفضل في ذلك إلى الكائنات البحرية النباتية مثل الأعشاب البحرية والعوالق والكائنات التي تستخدم التمثيل الضوئي. تؤدي جميع تلك النباتات البحرية عملية التمثيل الضوئي، وتستخدم النباتات الماء وأشعة الشمس وثاني أكسيد الكربون لتوليد الطاقة في هيئة سكر وأكسجين. تملك الأسماك خياشيم وزعانف، لكن ليس لديها رقاب. في المقابل تعتمد على سلسلة من العظام التي تربط الجمجمة والحزام الصدري، ومن أسباب ذلك أنه سيكون من الصعب حقا أن تتمكن من السباحة بسرعة إذا كانت رقابها تهتز للأمام وللخلف. إضافة إلى ذلك، عندما يمتلك مخلوق شبيه بالأسماك رقبة يصنفه العلم تلقائيا ضمن مجموعة أخرى من الحيوانات، يعني هذا أن التعريف المستخدم ينص على أنه إذا كان للمخلوق رقبة فلا يمكننا أن نطلق عليه اسم سمكة. أقدم رقبة سجلها العلماء في التاريخ تنتمي إلى مخلوق غريب عاش قبل 375 مليون سنة، كان نصفه سمكة ونصفه رباعي الأطراف، وهو تصنيف يضم البرمائيات والزواحف والثدييات. جسم الإنسان أقوى مما نعتقد أحيانا، تستطيع معدتنا إذابة حتى بعض الأجسام الصعبة كشفرات الحلاقة خلال وقت قصير نسبيا عندما تغمرها لساعتين تقريبا في العصارة الهضمية. يصنف العلماء الأحماض على مقياس من 0 إلى 14، يصبح الحمض أقوى كلما انخفض مستوى الأس الهيدروجيني. تتراوح حمضية الحمض في معدتنا بين 1 إلى 2، وهذا يعني أن الأس الهيدروجيني قوي. عندما تبرد الهيليوم إلى درجات حرارة قصوى بعد درجتين فقط من الصفر المطلق الذي يساوي -273 درجة مئوية، يصبح فائق السيولة. هذا يعني أنه سيتدفق بدون احتكاك، سيتمكن الغاز من التسلق وصعود جوانب الكوب، سيجد شقوقا جزيئية في حاويتك ويتسرب من خلالها، لذا يستطيع الهيليوم في هذه الحالة أن يتصرف ضد الجاذبية تقريبا. الهيليوم هو الضيف المشترك في حفلات أعياد الميلاد. نعلم جميعا كيف يبدو صوتك حادا وعاليا عندما تستنشق الهيليوم من البالونات. لا يعني ذلك أن الهيليوم يؤثر على نبرة صوتك، بشكل عام تهتز حبالك الصوتية عندما تتحدث بمعدل أو تردد معين، وأثناء اهتزازها تدفع الهواء في حنجرتك. عندما يتحرك الهواء يؤدي إلى موجة صوتية يلتقطها المستمع عبر أذنيه. عندما تستنشق الهيليوم فإن هذا لا يؤثر على معدل الاهتزاز، وهو المسؤول عن التحكم في كل من نبرة الصوت والتردد. يؤثر الهيليوم على جودة صوتك أو نبرته. يعرف الموسيقيون هذا المصطلح باسم طابع الصوت أو الجرس. هناك العديد من الأجراس، وهي السبب الذي يجعلك تميز الفرق بين الجيتار والبيانو اللذين يعزفان النغمة نفسها تقريبا. طبقة الصوت هي نفسها، لكن نغمته التي تسمى الجرس ليست كذلك. عند اهتزاز الأحبال الصوتية يحدث اختلاط بين الترددات، وعند استنشاق الهيليوم ستتردد درجات الصوت ذات الحدة العالية أكثر في المجرى الصوتي، لهذا تصبح درجات الصوت أعلى في هذا التداخل. تردد النغمات المنخفضة أقل، لهذا سيبدو صوتك مضحكا وحادا. يصعب تصديق أنك قد لا تلاحظ دبا قطبيا رابضا في الجوار، لكن هذا صحيح. بالكاد يمكن للكاميرات التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء رصد تلك الدببة. تكتشف الكاميرات الحرارية الحرارة التي يفقدها الجسم مثل الأشعة تحت الحمراء، لكن عليك البقاء بعيدا لأن الدببة القطبية بارعة في الاحتفاظ بالحرارة. تظل أجسادها دافئة بفضل طبقة سميكة من الشحوم تحت الجلد. إضافة إلى ذلك، يتمتع الدب القطبي بمعطف فرو كثيف يساعده على تحمل أكثر الأيام برودة في القطب الشمالي، ويساعده أيضا على المرور دون أن ترصده كاميرات الأشعة تحت الحمراء. أحيانا لا يتسنى للمطر أن يبلل اليابسة، إذ توجد مناطق شديدة الحرارة والجفاف تتبخر فيها الأمطار حتى قبل وصولها إلى الأرض، يطلق على ذلك اسم المطر الوهمي. قد ترى ستائر كثيفة من القطرات تهبط من الأعلى، لكن في الوقت نفسه لا تجد أثرا لها على الأرض، فلا يصل أي شيء منها إلى الكائنات الحية. تضحك الجرذان عندما تداعبها، إنها تضحك غالبا بسبب الدغدغة. وخلال إحدى التجارب عندما دغدغها الباحثون حاولت إبعاد أيديهم بطريقة مضحكة. جميع القردة العليا، وهي مجموعة تضم الغوريلا وإنسان الغاب والبونوبو والشمبانزي، حساسة للدغدغة أيضا،
وتستجيب للدغدغة بضحكات مميزة تشبه ضحكات البشر. يبدو أيضا أن البطاريق والكلاب وحيوانات السرقاط والعديد من الحيوانات الأخرى تحب الدغدغة إلى حد كبير.